الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفلوغ غادي نكون في الرشيدية. المهم الصراحه ما وريت لكمش طريق جينا للرشيدية، دونك غادي نوريكم كيفاش كندوزو الايامات اللي جالسين حنا فيها في الرشيدية. جيت للرشيدية باش نرتاح، باش ما فكرت شي حاجه، باش نتكالم ونتكونسونطر مع راسي. ليكم لانتروديكسيون من مورا ايام ما حنايا كاينين هنا في الرشيدية. غنوريكم النهار معايا كيفاش كيدوز والايام الاخرين كيدوزوا تقريبا بحال بحال. وصافي يلا نبدا الفلوغ. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام خاوله اش او ام، ودخلوا عندي حتى التيك توك حتى هو خاوله اش او ام. هادشي اللي كاين دابا، اجيو نعاودوا من الاول. غود مورنين، بقيت جالسه كنطلب دابا الفطور. ندير جوج بيضات بيان سور، غادي نخلطهم حيت ما كاينش منهم شكه خضر. ندير الحليب، قطعت هنايا نص تفاحه، وهنايا فريز. الفريز ما كيطلعش السكر، التفاح حتى هو دونك خديت غير نص. غاديش ناكل الخبز وندير كاس ديال القهوه بلا سكر. المهم هنا انا جالسه كنتفرج وفي نفس الوقت كنفطر. هذا الفطور كندير معاه بيان سور لانسولين، حيت كان ديجا هنايا طالع لي السكر شويه، وخا هادشي كامل زعما ما فيهش السكر وما فيهش بزاف ديال الكربوهيدرات، ولكن حنايا كيخصنا ضروري نديرو لانسولين. المهم هنا جالسه كنشرب اتاي، في نفس الوقت باغا نصور واحد الريل الانستغرام ديالي، حيت كنحاول نحط كونتوني كل نهار. دونك تبعوا معايا كيفاش كندير المكياج. شفت واحد لاصوص كديري هكا، كديري هكا، حيت انا كنبقى نجمع هادشي كامل. واخا جو بونس كديري هكا وهكا وهكا. شوف بانو في التصوير، حيت غنصور واحد الريل للانستغرام. خليك تكون في خصني ضروري ندير شويه كتبقيت من واحد لا مارك جديده كاينه في مرجان سميتها سين انزين. غادي بلاك سين انزين، المهم نستعمل الفون دو تان ديالو، وهذا غادي نستعمل حتى هذا، هذا برونزر في الهايلايت دري شويه حتى لا بودر ديالهم عندنا، ولكن ما استعملتهاش حيت ما كاينش دابا معايا هنايا. تنقيط مليكم شنو هنا دي هادي هادكا كمان بينا مرة مرة شاش نضحك زوين، ولكن في الواقع I love it. عرفتي هذاك التيك توك ديال I love it I love it I love it more. معرفتش المهم مشيت بحالك حتى عيني عجبوني. عندي دابا غير مسكارا وجع ليفر. يلو وطلقت هذيك الشال اللي كنت دايره. شوفوا المكياج في السنيجة، الشمس اللي تلعب شوفوا لكم اللبسة
اللي صورتها فقلت فيديو ميتين في انستغرام، ما عرفتش واش تبان لكم كامله، بس ما ضربيش نشوفكم. بغيت نصور البيجامات، هاد اللون جاني زوين. ونصور البيجامات جوست فور ليديز، اسمو البزنس ديالي. صب صب مهم، انا كنخاف من القطط، دونك صورت البيجامات جوست فور ليديز. صافي دابا شويه غادي نخرجو. مهم هادي الربعة تقريبا ونتغدى بغا نخرج. عجبني صراحة شعري بحال هكا، مكياج بشحال هادي مدرتش مكياج. كنحل الباب، الكاميرا مسخة. عرفتو لبست بالسادات ديال البيجاما، قلبتو حيت انا البرد ما فيا اللي يبدل، ما عرفتش هادشي واش خصني نقول لكم ولا لا. المهم المهم انا خارجه، مشي دابا كنت غادي نخرج انا وماما، ساعه غادي نمشي نشري غير شي حاجات خاصني. دونك ماما اكزات تخرج، ايوا غادي نمشي. دونك يلاه معايا هو لقاء البلدين الأسرة. ندير شي موسيقى نبارطاجي كونيكسيون باش ندير موسيقى. مبغيتش نخدم موسيقى، يلا عرفت داك كانت حب للإيجار هاديك. دابا غادي تخدم، دونك ليتس كو على ما تخدم. ما خدمتش الموسيقى. المهم يلا نديكم معايا. المهم الناس اللي ما عمرهم شافوا رشيد الواحد يلاه شكيلا، والناس اللي زعما ما عمرهم عرفوني انا منين، انا من الرشيديه. هادشي اللي كاين داكشي اللي كان خاصني ما لقيتوش، دونك غادي نمشي المرجان باش نشري داكشي اللي خاصني. عجبني الصراحه المكياج من مورا مسح المجاري. المهم لو تان باين نقي صافي، يلا ليتس كو. ها
هذا كيعجبني اللي فيه السكر نورمالمون كان ب 12 درهم كنبدا ب 16 درهم المهم هذا كيجيني نورمالمون اللي فيه السكر حتى هذا خالي من السكر هذا 20 درهم اي 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 فانا حديت هذا نورمالمون راه كيطلع السكر ولكن موين بلوز او موين احسن من داكشي الاخر ايوا صافي غادي نمشي نشري ملاوي وندخل للدار هادشي اللي كاين غسل وجهي مكاينش تقريبا تسالا ولكن المهم غنغسل وجهي فجبت شلاجة نتوايوغ لي برودوي ديالي دونك غنستعملو ماما ندير هدا تسبا جال اول سكين اول سكين تايبس بتعملها عشان هي بقت فكيت حتى نصو مش لاقيها وخذ بالك دي قادرة تسيب شوفو أنا فيديوهات ديال تيك توك خصوصا مكنتفرجش في تيك توك مبغاوش يخرجو من دماغي هذا التكستشوغ ديالو داير بحال كوماج طلي هذا وهذا كنستعمل هذا سميتو زياجة جو بونس نقص ليا لاكني جو بونس 85 درهم ولا 95 درهم شي حاجة هكا المهم أنا زعما كنستعملو واش حيت ارتحيت داكشي باش تحيد لي الحبوب هانتا هو يبان ليكم راه فغيمون كان عندي نبت ونبزل وبالكاميرا العادية عافاكم في الظلام و الضمو تاع الريح شويه دونك ما عرفتش غادي بلا الراحه هذا تونر المهم نقول لكم لا روتين ديالي كيفاش رجعت كنغسل وجهي بلو جيل ديتوايون ديال ماما المهم لا روتين ديالي هاد السيمانه ابخي ما كنمسحش وجهي كاع كنخليه فاسك كان غير كنديرو هكا ابخي كنستعمل هاد التونر التونر كنديرو في يدي أبخي كندير هاد لاكخيم من موراها كندير لاكخيم سيلتافيل وصافي فغيمون نقص الحبوب دونك اللي فيكم الحبوب شطرو من مزيان وحيدو من ستريس متبقاوش تفكرو بزاف that's it شي لي كاين أنا رجعت كنهضر بزاف فنفوجي شريت بورصة طرو جديدة
صافي نتلاقاو غدا. دانا بلاسكار شوية ديال الكاجو فريز، هاد هاد سميتو سميتو اي امن بلاسكار، وهذا البنانا ونسول قلب السكر والانسولين ديال المسلسلات التركية. دونك اتشكي كنت فرش مسلسل ايلين العائلة زوين، عرفتو مهند هو اللي كيمثل فيه مهند بس فور ماليناش. انا دابا غاسا كنغسل الماعن ايوا صافي غادي نغسلهم ونشوف شنو غادي نديرو هاد النهار. شوفو ساري كيفاش صباح من مورا داك الباندا شفتو اي لافيت الصراحة. عرفتو كنت كنديرو هاد الشهور هادي تقريبا مرة مرة ليس صافي صحابي لي بوك مغاديش يرجعو كيما كانوا، ايوا رجعو كيما كانوا وكيبانو هيلتي. ايوا صافي نجمع الكوزينة، عرفتو فراشي ديالي واحد البرد او ماي جاد تيك توك او ماي جاد شي حاجة او ماي جاد عرفت راه البرد يدي ضاربني بالبرد، ولكن غنغسل الماء بالمسحوق في هادشي لي كاين فغيمون. فاش كنجي لرشيدية زعما مكنديرش شي حال بحال هكا، رشيدية كنجيو باش نرتاحو فيها أو صافي. هادشي لي كاين غادي ن شو سميتو غنقوليكم شنو كندير. كنفيق صباح كنكونفيرمي إلا كانت عندي شي كوموند كتوصلهم هيبة هي المحاملة ليش أنا كنوصل لك كوموند كتوصل لك كوموند الأمانة الشركة معاون خدامة. إيوا صافي أو كنتفرج في مسلسل كنغسل المغرب شتوني البارح خرجنا خرجت اليوم معرفتش واش غادي نخرج ولا لا. إيوا صافي هادشي لي كاين اليوم ماتش المغرب لا كويزين أو صافي. قبل ما نقول لكم انا غادي نجمع غير الكوزينه وصافي، راه ما غاديش ندير شي حاجه لا اختار شي حاجه انك تجمعي الكوزينه كل مره شي حاجه هذيك. المهم من بعد تفلسفوا ليتس جو. ماما وداك المسلسل اللي قلت لكم، عرفت المسلسلات ديال 2024 23 فيهم غير لي بسيكوبات. قلت لكم هاد المسلسلات ديال 2023 وهاد 2024 اللي حنايا فيها فريمون ديال كيعالجو القضايا النفسية، راه مايمكنش. عرفتي كنبدا نتفرج كنبدا نكون باغي بشي حوايج شفتهم ولا شي حوايج عشت منهم ولا شي حوايج دزت منهم، عرفتو راه مايمكنش. أحسن حاجة هما رجعو كيهضرو على دوك المواضيع النفسية اللي مكيهضر عليهم حتى شي واحد، اللي بالنسبة لهم داكشي نفسي راه ماشي مرض ماشي زعما ماشي شي حاجة فهمتو. وكيفاش ان التربيه كتاثر على الواحد وكيفاش ان شي حوايج داز منهم وانواع الامراض النفسيه عرفتي كاع المسلسلات طائر الرف الرف. واحد سميتو خبئني، واحد كنت تفرجت فيه عرفتو ديال ديك عطيتني ديك مولات الشهر الاورانج ما بقيتش نعقل على شنو سميت المسلسل. حتى هو كيهضر على داكشي هذا المسلسل ديال العائله كاملين المرضى النفسيه عرفتو. فريمون احسن حاجه وقعت هو كيهضروا على هادشي النفسي باش الواحد يبدا يفكر شويه. صافي شعري عجبني والله تعجبني ما انا ما ندير لكم تبقاو ديروا هذيك اللعيبه راه كتباع بشيئين ولا ديروا شال. هاد المره انا درت شال عندي حتى هذيك وهاد المره درت شال جاوا فريمون زوينين. نوض الصباح فخر لا تفوق يا
نسيت لاستيك درت هذا كبير باش نطفيرو Thank you.
سير البلوك. شكرا بزاف حيت بقيتو كتفرجوا فيا حتى دابا. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام وتيك توك خاولة HEM. خليوا لي جيم وكومونتير هنا في يوتيوب. نشوفكم فيديو واحد اخر. باي باي.